أصعب شعور ممكن يمر عليك إنك تشتاق لأشخاص راحوا من الدنيا وما تقدر تشوفهم، وأسوأ شعور إنك تشتاق للي عايشين بس بعد ما تقدر تشوفهم. تكتب رسالة وعيونك مليانة دموع لأنت قادر ترسلها ولا قادر تحذفها. تشتاق للي ما عاد موجود في حياتك، تشتاق للأيام الحلوة، للذكريات الجميلة اللي جمعتكم، وتشتاق يعني تشوف الشخص المقصود في كل مكان حواليك، ما يفارق بالك، ما يفارق خيالك ولا أحلامك. ولما تحبه من كل قلبك ما تقدر تتحكم بمشاعرك، غصبا عنك تشتاق له. شعور الكتمة والعبرة والحنين ما ينوصف باللحظة اللي تفتح فيها تلفونك، تشوف الرسائل، تشوف الصور، ما تقدر تنام من كثر الحنين والشوق وله. وقالها جبران خليل جبران: مؤلم، أنت تصنع الابتعاد وأنت من الشوق تكاد أن تنفجر. وأسوأ شعور إني أشتاق لك ولكن أشياء كثيرة تمنعني عنك.